أحب أن أختم هذه الخطبة باللفت يا إخواني إلى شيء، هو أننا كبشر ربما عكس ما نتوقع وعكس ما نأمل من أنفسنا، نحن فرار من الحقائق ولسنا عشاقا لها. البشر كبشر لا يعشقون الحقيقة وبيحبوهاش وبدهمش إياها. ما تحدثيش عن الأنبياء وبعض الفلاسفة وبعض رجال الفكر العظماء، قلة قليلة هؤلاء من البشر والمصلحين النبلاء، قلة، اللهم اجعلنا من هؤلاء النبلاء من المصلحين، قلة قليلة. لكن معظم البشر أنا أقول لك لا يحبون أن يعرفوا حقيقة جديدة ولا أن يبدلوا ولا أن يغيروا إلا بما يخدم مصالحهم وكسلهم وحيثياتهم، بفروا. هذا الذي قد يفسر لك، وكما قلت أختم بهذا، قد يفسر لك أو لك لماذا كل نبي في أمته ملعون، صحيح؟ وما من نبي إلا أخرجه قومه، كل نبي قال لك في أمته ملعون ملعون ملعون، أخي نبي هذا ما في بدناش إياه، وبعدين بخرجوه، اطلع برا، حتى محمد أخرجوه، ما في فائدة. شوف استر مع موسى، استر مع عيسى، استر مع إبراهيم، استر مع محمد، ما في فائدة، استر مع نوح، ما في تهديد بالإخراج أو بالرجع وكذا، باستمرار باستمرار دائما. بعدين سيبنا من الأنبياء، نيجي على غير الأنبياء، قال لك زمار الحي لا يطرب، هو طبعا المقصود الزمار نفسه، وأبو الدربكي كمان، وأبو الموسيقار، وكمان المغني، ومجود القرآن، وتالي الأفكار، والفيلسوف، والمصلح، والخطيب، والعالم، والصحفي، كله. هاي معنى زمار الحي لا يطرب. بين أهله وبين ناسه ما عاد يشوفه في أي حاجة. ها؟ أزهد الناس في عالم أهله، النبي بيقول، ليش طيب؟ العالم، تلاقي أزهد الناس فيه، أهله والحواليه وأصحابه، ولا مهتمين به. والعالم كله بده إياه، ويتمنى يلتقي بيه ويقعد معاه خمس دقائق، والأهله ما لهمش فيه، ليش؟ هنشوف ليش. ليش أزهد الناس في عالم أهله؟ ليش زمار الحي لا يطرب؟ ليش كل نبي في أمته ملعون ومرجوم ومطرود؟ ليش؟ لأننا فرار من الحقائق. وليش كمان ما ذكرت لكم في الخطبة السابقة؟ ها؟ يعني لماذا؟ ليش معها لماذا يعني؟ بالفصيح أقول لك لماذا؟ لماذا؟ الناس حين يعطون مفكراً أو مصلحاً شيئاً من مال يخف تأثيره فيهم. نفس الشيء، نفس المبدأ هنا. تفسر. نحن الآن نصف ظواهر فعلاً نلمسها، لكن ليش؟ لماذا؟ قطعاً في كل هذه الحالات السبب لا يكمن في الفكرة التي يأتي بها النبي، في الرسالة، في العقيدة، أو التي يبشر بها الفيلسوف والمصلح والداعية. لا، أكيد السبب مش فيها، مش في الفكرة، السبب في شيء آخر. إيش هو هذا الشيء الآخر؟ اصحى تقول لي لأنه فقير، لأنه مش صاحب سلطة، لأنه مش من حسب ونسب، لأنه لأ، كل هذه تعلات، انتبه لا تخدع، هذه تعلات. ما معنى تعلات؟ معاذير يتمعذر بها، مش يعتذر حتى، يتمعذر بها هؤلاء الكارهون للحقائق الفارون منها. ليش هو مش صاحب سلطان النبي هذا؟ كان اتبعناه. وفي الحقيقة لو كان النبي صاحب سلطان، لو كان ذا سلطان ونبيا واتبعوه، سيتبعونه لسلطانه أو لرسالته؟ واضح لسلطانه إذن، مش لرسالته، واضح. لأن العبرة لو كانت بالرسالة، طب هذه الرسالة انظروا فيها، قال لك لا ما بدناش، لو كان صاحب سلطة لاتبعنا. إذن أنتم تريدون ماذا؟ السلطة، تريدون مغانمها، تريدون قوتها ورهبتها، رهبوتها ورغبوتها. حاشا لله أن يبعث نبيا ملكا، حينئذ سوف تشتبه الأمور على الناس، ولا يدرى هل اتبعه من اتبعه لأنه الملك أو لأنه النبي. الله بده هيك، بده الأمور تتميز، هذا نبي مش ملك ومش غني وإنسان متواضع وبسيط، أنتم عارفينه، تتبعونه ولا تتبعونه؟ اتركوا الحيثيات الأخرى، فقير مش صاحب سلطان، يتيم، ملهاش علاقة بفكرته برسالته، انظروا فيها. البد الحقيقة فقط هو من يفعل هذا، مثل أوائل الصحابة رضوان الله عليهم الذين فعلوا هذا، هم صحيح وفارقوا مجتمعهم. وعلى فكرة مش كلهم كانوا فقراء ومساكين، كان في من أبو بكر الصديق تاجر غني جدا رضوان الله تعالى عليه، صديق الأمة، واتبعه. كان منهم عمر وما كانش فقير وما كانش صعلوك، كان عثمان الملياردير الكبير واتبعه، ومن العشر الأوائل رضوان الله عليهم. هذه ميزة الصحابة العظام. طبعا علي عليه السلام أول من أسلم على أقل من الصغار يقال، أو أنا أسلم بالإطلاق، وهذا غير بعيد، لكن صغير لسه، ما كانش ذا حيثية اجتماعية كبيرة. على كل حال، على كل حال، إذا الناس يتمعذرون، يعتلون بهذه التعلات، لكن ليست هي السبب الحقيقي. طب ليش أزهد الناس في عالم أهله؟ طيب هو عالم هذا بينكم عارفينه، أنتم على دينه،
لماذا تزهدون في علمه؟ وليس زمار الحي الذي يزمر جيدا، يزمر بنغمات ممتازة، زمار كل أنواع الزمامير طبعا كما قلت لكم، لماذا لا يطرب أهل الحي؟ حتقول لي الألفة ألفوه موجود هذا إلى حد ما بس مش السبب الحقيقي. حتقول الكسل، الناس تتكاسل أن تطالع الحقائق أن توزن، أقول لك لا، هذا سبب موجود بس مش قادر على تفسير كل الظواهر هذه، مش هو. إيش السبب الوحيد تقريبا الذي يفسر لك كل هذه الظواهر؟ هذه توصيفات. السبب الحقيقي أن الإنسان في ذاته، في قعر نفسه أيها الإخوة، في قعر نفسه مستغن، يحب دائما أن يؤكد في نفسه شعور الاستغناء. إذا لم يضطر أيها الإخوة إلى الاعتراف بشعور الافتقار، أني أنا فعلا جاهل علمني، أنا ضال اهدني، أنا لا أعرف عرفني، بحب دائما يمارس دور إيش؟ أنا العالم وأنا المهتدي وأنا أبو الكل وأبو العريف وكل شيء عندي. ومن هنا هز الرؤوس، تتكلم مع أبسط الناس مش عارف كوعه من بوعه عن أحدث النظريات، بهز راسه وعارفها، قال هو في حياته بسمع بيها، يعني عارف عارف يعني أو فهمت، خلص سمعتها فهمت، يلا عدي ما بده. ولذلك طيب إذا أعطاك مالا لماذا يزهد في علمك؟ طب العلم موجود، العلم علم، لأنه هو في الحقيقة يريد ما يؤكد إيه عنده شعور ماذا؟ الاستغناء، إني أنا مستغني عنك، أنا اضطررت أن أعترف بيك في ظروف معينة ألزمتني، أما الآن وعندي إيه؟ عندي أسباب تعلات تمكنني ألا أعترف فلن أعترف. عجيب، لن أنظر فيما عندك، لن أعتبره، لن أقارنه، خل عني، اتركني أمضي في سبيلي. شعور الاستغناء يا أخي سبحان الله العظيم، وهو طبعا نابع من إيه؟ من التأله الزائف، وهذا كله بسبب والله أعلم ونفخت فيه من روحي، نفخت فيه في الإنسان عنده الشغلة هذه، بس هو يخطئ السبيل. إذا أردت الاستغناء عليك بالسبيل الحقيقية للاستغناء. كيف يعني؟ بدك تستغنى عن علم عالم، تعلم علمه. إذا ما فيش إمكانية إلا أن تتعلم على يديه، تعلم على يديه، حتى إذا استغنيت تجاوزته. بعد ذلك مسألة ثانية، أن تكون جاحدا عاقا أو تكون وفيا عارفا بالجميل، هذه تعود إلى طريقة أخلاقية. إذا أيها الإخوة نحوصل بكلمة، الشرط الجوهري لطلب الحقيقة معرفي أو أخلاقي؟ أخلاقي. الشرط الجوهري، الشرط الأساسي لمعرفة الحقائق مش معرفي، أنه عارف ولا مش عارف، فهم ولا ما فهمش، لا هذا مهم طبعا، بس مش هو الشرط الأول الأعمق. الشرط الأول والأعمق تعرفون ما هو؟ أخلاقي، من لون أخلاقي يتمثل في ماذا؟ في التواضع، في إدراك إنسانيتي وضعفي وحاجتي وافتقاري، أنه في أشياء كثيرة جدا 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 وهي الأكثر لا أعرفها، لا أفهمها، لا أعلمها، أنا مستعد، أنا مستعد بأربعة أذان أن أستمع إليها، أن أستوعبها، شكرا لكم. أوف، هذا المتواضع هو عبد الله الحبيب الذي يحبه الله، الذي يعطيه الله تبارك وتعالى، الذي يفيض عليه. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك، اهدنا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك رحمتك، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.